اليوم نتحاور ونتناقش فيه إذا واجهت مشكلة ما، كيف تحل هذه المشكلة؟ لو مثلا جات لي مشكلة مدرسية، أشاور أكبر من المدير أو المدرسة أو نائب المدير. مشكلة ما يجب الاستعارة بالإنترنت والاستفادة منه لحل هذه المشكلة. إذا واجهت مشكلة ما استشير الحكماء وكبار السن. إذا واجهت مشكلة صحية يجب أن أتوجه إلى المستشفى. المشكلة وعدم ما استطاع الشاب حل المشكلة، يجب التوجه إلى الشرطة حل المشكلة. اليوم إذا استشرت مشكلة واجهت مشكلة، استشير المدرب الرياضي.